بتغني على المسرح اغاني مشتاقة لك نانسي طبعا، مثل اغنية مثلا وبطير بتغنيها؟ ايه اكيد اكيد وبطير كثير عم غنيها. بركتي لاليسا لما ربحت اول مرة ورجعتي هلا بركتي لزياد برجي؟ لا لا بركت لهون ولا بركت لهون. ما بركت لحدا. لا لانه بس انت قلتي باحدى المقابلات انه ما لسه معها حق اللي صار. مش انه معها حق، انا خليني اكون اذا بدك، لانه انا بموقعي بشبه موقع البرفورمر يلي بتعمله اليسا، يعني انا فنانه بشتري اغنيه من ملحن، اليسا فنانه بتشتري اغنيه، نحن مش ملحنين. مشان هيك نتعاطف مع بعض، يعني انا بعتبر حالي بشبه موقعها اكيد مع تعاطفتي معك كفنانة مع فارق الشهرة ومع فارق انه هي عندها نمبرز وكل هول القصص، بس اليوم اليسا منا هي الملحنة، فهي يمكن اشترت حق النشر الديجيتال وحق الاداء العلني تبع هالاغنية. انا كنت بعتقد ومثل ما فاهمة على قد ما بفهم يعني بهالدومين انه نحن لما نشتري حقوق اغنية بيكون عندنا الحق الحصري بأداء أو ونشرة على الديجيتال لفترة زمنية معينة، بيكون أكيد هي هالأغنية هي ابنة الملحن والكاتب وهي من حقه أنه هو يأديها، بس مش من حقه أنه بعد 10 أيام ينزل لك كليب وبنفس التوزيع ومش عائل والمونيتايز مش للأونر. يعني نحن عم نحكي اليوم عن المونيتايز تبع اليوتيوب، يعني اليوتيوب لما بتنزلي أنت عليه محتوى بيرجع لك مردود مادي من المشاهدات، هالمردود المادي لما انت تكوني عم تعملي كفر مفروض يروح للفنان الاصلي تبعه، مش مفروض يروح لإلك، والا اليوتيوب بيوقف لك اياها، لانه اليوتيوب متعرف على هالنغمه از اوند باي اليسا او اوند باي نانسي. فعمليه يعني برايك يعني انه زياد برجي اخطا حتى لو طلعت النتيجه لصالحه؟ هلا على فكره هي مش هلا انعمل بعد استئناف هلا بلشوا الاستئناف. انا كمان كنت مثلك امبارح كنت قاعده مع حدا وعم بساله عن الموضوع عم قال له انه برافو انه رجع اخذ هالحق، قام قال لي لا ركزوا على شو العنوان، العنوان هو انه استئنفت الدعوه، يعني هو له حق يرجع يقول انه هالقرار مجحف، يعني ممكن يرجع يخسر. ايه ممكن يرجع يخسر. عرفت استأنفوا الحكم لحتى يرجعوا يدرسوا، بس انا بعتقد انه هلا بياخد فيها حق بانه يقديها علنا، يعني لما طلع مع رابعة وقديها هيدا حقه لانه هو ملحن الاغنية. كنت مع انا ما قال انه هو مع رابعة بدي فقعه. ليك يمكن زياد ما بعرف اذا عم بدور على انه يعمل ترند على السوشيال ميديا فاستعمل هيدا التيرم يعني، بس انا ضد هالقد المناكفات. عرفت انه نحن بالاخر يعني مين ربحان مع كل هيدا الدوشه كلها؟ الجمهور اللي عم يسمعها من كذا صوت واللي هو حر يقرر بالاخر. وحلو نسمعها منك اكيد اذا بدكم. هلا بدكم تدفع شي 10,000. خلينا نسمع نسمع سلا عم تغني لنا وبطير. ايوه رح ابلش لك من الكوبليه. معقول بعدك ما عرفت اني ترارارارا ما بعيش لحظة لو غبت عني، خليك لو حتى زعلت مني ولا تروح لا تروح، خليك حد غمرني بدي بحبك أنا بحبك أنا وبهواك، انساك صعبي يا حلو انساك لا تروح. واو 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 شو بدي اقول على طريقة نانسي نصر الله اللي ما بتشبه حدا. نانسي يسلم هالصوت الرائع جدا.